وتريد تبيع مولعة اللمبة في المغرب اشخر الله جاي من وين؟ جاي من البن. حلو. ولو ليش قلت يا رب بس يوصلني الكبار حقات القنادرية بيطفيهم. المهم ويوم جيت عند الاشارة اللي عند الاستاذ اي مو بطي يوم الاشارة هذي الاولى اي اولى والله ان وانا واقف للدريشة ركزها لا والله عندك المرة قال يوم مدت يدها قال تعطني بما اعطك قلت الله بالله ان ما معي ريال وان مو تبي لمبة ولا تنبي اطفي ذرح ولا والله دخلي هظهر يدك الكيسة معها هم مخمشي لهذيك الخمسة ريالات وخمسات وعشرات ومحطيها بحط ايوه والله قلت والله اني ما اخذها الا تعطيني رقم جوال والله ما تاخذها هي مو تري واقف والله اني ما بدلت تعطيني رقم جوالها كم؟ بعدين حسبتها لهنا 60 مليار وصفت عند المحطة عندي محطة مدري وانا عبي موتري ما نروح يوم خذت لي يومين قدني دراهم وانا اتكالة الله حليل وين الموقع قالت انا عند اشارة النسيم نعم على اشارة ابن الاسود اي غيرت الموقع يلا وانا جي وصل لي المغرب في محطة هنا ويوم جيت اشارة اتكالة هلا وانا هذيك بس هذا النوم وانا اعطيها العام 200 ريال بالدرايب يضوجت تفرقت عليك كرمه اي والله والله كسر ان شاء الله من النهار لا تقدر انا بغيت انت شيء دكان ابو محمد رقم جوالها معك جوالها معي ذبحي شافر تعود مراقبها